مشهد وكأنه من الأفلام، شجار عنيف بالأيدي والركلات على الهواء مباشرة بين وزير لبناني سابق وصحفي على قناة تلفزيونية بلبنان أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين صدمة وحيرة. شو يصير؟ وبالتفاصيل، شهد أحد البرامج السياسية التلفزيونية بلبنان مساء الخميس شجار عنيف بين الوزير السابق وئام وهاب والصحفي سيمون أبي فاضل، واندلع عراك بالأيدي سبق تلاصم حاد بين الاثنين خلال حلقة بعنوان فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس، وهذا كان ضمن برنامج اسمه صار الوقت على قناة ام تي في اللبنانية، وهذا بعد أن سخر الصحفي أبي فاضل من عبارة فوه بها الوزير السابق وهاب، وأقدم وهاب على قذف أبي فاضل بكوب مي قبل أن ينطلق الأخير نحوه ويشتبك الطرفان في عراك عنيف. واضطر مقدم البرنامج وبعض العاملين أنه يتدخلون عمود يفضون الاشتباك، ولم يلبث مرافقو الوزير السابق أن تدخلوا وانهالوا بالضرب على أبو فاضل، وتبعهم عدد من الجمهور اللي كان حاضر واشتبك معهم فيما أصبح مشاجرة كبيرة تحول معها الاستوديو إلى ساحة فوضى عارمة، ساحة معركة. وبعد توقف وجيز للبث جرى استكمال الحلقة اللي انسحب منها وهاب وبقى بيها أبو فاضل حاضر، وبدت على وجهها أثار كدمات. واستكمل مقدم البرنامج فقراته مع الضيفين بعد حل الإشكال، وقدم وئام وهاب اعتذار لسيمون أبي فاضل مؤكد أنهم أصدقاء وبينهم خبز وملح لكن آرائهم غير متفقة. وأظهرت لقطات من خارج الاستوديو جرى بثها لاحقاً أنه مرافقي وهاب استكملوا العركة مع عدد من أفراد الجمهور، هذا قبل أن يدخل عناصر من الجيش اللبناني عمود يفضون الاشتباك. وانقسمت التعليقات وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين هذا والهذا. محمد نمر كتب على تويتر: حسبت أنه الوزير السابق وئام وهاب بات أكثر وعياً في تعاطيه خلال الظهور الإعلامي، لكنه اليوم غير من آراء كثيرين تجاهه، ويبدو أنه عاد إلى عصر انتهى ولن يعود. أما الزميل الصديق سيمون أبو فاضل فكل التضامن معك أمام الاعتداء الذي تعرضت له وهو موثق، ونتمنى محاسبة المعتدين لأن سياسة البلطجة تعارض منطق الإعلام والاحترام، المرحلة تطلب الهدوء من الجميع. وانتقدت غنوة مقدم البرنامج مرسيل غنم وقالت: غريب انت يا مرسيل غنم، شخص اعتدى على ضيفك وضربه وانت عادي رجعته يكمل الحلقة وعم تضحك كمان، الناس عندها كرامات وطالما هو ضيفك فكرامتك من كرامته. وكتب صفاء صبحي بتعليقه: نموذج من الحوار العربي، الوزير اللبناني السابق والموالي لإيران ومحورها وئام وهاب يعتدي على الإعلامي سيمون أبي فاضل، أما الجمهور فقد أبى ألا يشارك مشاعره الجياشة في هذا الحوار الهادئ. وقال التقارير أنه ما أدى إلى توسع هاي المواجهة خارج الاستوديو هو قدوم عدد كبير من أنصار الوزير السابق إلى مبنى المحطة، وهذا بعد مشاهدتهم المشاجرة عبر شاشة التلفزيون. أنتم متابعينا، شو رأيكم؟